صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، المصاب العظيم، ذكرى استشهاد سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين، وأيام 40 سيدنا ومولانا المولى أبي عبد الله الحسين. حرصنا أن نكون في خدمة زوار سيد الشهداء في آخر نقطة في محافظة البصرة. نحن الآن على طريق المدينة تشبايش، يعني أخير نقطة في محافظة البصرة قبل أن ندخل في محافظة الناصرية، وهذا الطريق طريق سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حقيقة أخواني، يجب أن ننوه أو نرسل نداء إلى جميع من يهم الأمر، هذا الطريق طريق سيد الشهداء، طريق زوار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. مثل ما تشوفون طريق الزوار تقريبا 4 أمتار إلى 5 أمتار اللي يقدرون يمشون عليه، والباقي كله طريق سيارات. لذلك نتمنى من الأخوان اللي يهمهم الأمر، يهمهم سلامة زوار أبي عبد الله الحسين، أنه يشتغلون ويسوون السايد الثاني إن شاء الله في هذا الطريق المبارك في شمال البصرة، ونسأل الله بكرامة الحسين التوفيق للجميع إن شاء الله. هذه تجارة مع أبي عبد الله الحسين، تسوي لك شيء إلى زائر الحسين، أتقدر زائر الحسين راح تأخذ أضعاف أضعاف وأضعاف من سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين. ابقوا معنا، وهذه هي التغطية من طريق الجنة، طريق يا حسين في محافظة البصرة. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية من طريق الجنة، طريق سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين وحدود البصرة مع محافظة الناصرية. وأحد الزوار الكرام، السلام عليكم، عظم الله. السلام، عظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله. عرفني باسم حضرتك. أنا علي سعد الساعدي من محافظة البصرة، أبص خير. حياك الله يحييك، الله يحفظكم إن شاء الله. من أبص خير طالع، يعني قريبه بالخصيب صح لو لا؟ إحنا من يم البوابة، أبص خير قرمة علي. نعم. قاصدين إلى المولى أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه، وعندي هوسة بهاي محضركم، أقول له هاي نهضتك يا حسين صارت تاج للنهضات، ولو ما نهضتك يا حسين دين المصطفى شامات، نهضة شرف معروفة لا عن طمع لا غايات، حسين الدين حيته ودمك صار دواه، سيدي يا مولاي لقد جنوننا بحبك يا مولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت، طيب الله أنفاسك أبو حسين، ممنونين توصل بالسلامة إن شاء الله. الله يعافيك. الخطوة تمشيها زينب تواسيها يا زاير حسين، تدعي لك الزهرة يا بختك اشكبها. وهذه التغطية من طريق الجنة، معنا أيضا أحد الزائرين الكرام، السلام عليكم، عظم الله. السلام ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم مشاعر الله فإنها من تقوى القلوب. والله قاصدين الإمام سيدي وشبه مولاي أبا عبد الله الحسين. عرفني باسم حضرتك. سيد هاني من أهل بغداد. حياك الله سيدنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى السلام على أخيه قطيع الكفين أبو الفضل العباس. والله سيدنا طالعين من بغداد جايين إلى البصرة ومتحركين ومتوجهين إلى كربلاء إن شاء الله. والله نسأل الله القبول للجميع. الله يحفظك. هالسنة نشوف حرارة جدا عالية. نعم نعم. شنو مشاعركم كزوار؟ هل هذا يمنعكم من الزيارة إلى سيد الشهداء أو لا؟ ما يمنعنا أي شيء إلا ينقطع النفس من عندنا. أي والله، ونعظم صاحب الأجر وصاحب الأمر والمراجع العظام بهذه المصاب الجليل.
الله يحفظك، الله يعزك ويسلمك ويحفظك ويحفظكم ويحفظ هاي القناة الطيبة. عالراس يا زاير تخيله، عالراس لو تتعب نشيله، عالراس لو تتعب نشيله. الفضائية وطريق الجنة، طريق سيد الشهداء لأهالي المحمرة، الدور الفعال في زيارة سيد الشهداء هذا العام. أيضا معنا أيضا أحد الزوار الكرام من مدينة المحمرة، العم إسماعيل جابر، حياك الله عمو. جزاك الله خير، رحم الله والديكم، الله يوفقكم إن شاء الله، الله يعودها إن شاء الله كل سنة، وسفرة ممدودة، سفرة إلى إمام المهدي إن شاء الله، إلى زمان إمام. الحمد لله والشكر، الإمكانيات، كل الوجود، كل الناس يعني مختصم شان هذا الامر. طلعتوا من المحمره؟ احنا طلعنا من المحمره يوم الاثنين ما شاء الله. ايه يوم الاثنين، ها يوم الاثنين طلعنا من المحمره، واليوم انه رابع تقريبا الحمد لله. الله الله يخليكم. شفت الخدمات من المحمره الى نهايه البصره. الله 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 الله، جنون والله، جنون 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 ثم جنون، جزاهم الله خير. سفرتهم ممدوده منا الى زمان الظهور ان شاء الله. الان احنا في نهايه البصره، الان راح تدخلون للشطره ان شاء الله في الناصريه، ومن بعدها الى المحافظات الاخرى ان شاء الله. حراره الجو خو ما متعبتكم؟ الله، لا تقول بابا، لا تقول عمي، قول هاي رحمه، قول هاي رحمه من الحسين، رحمه من اهل البيت، هاي بهاي بتاريخ العالم كله ما تتوصف، ماكو توصيف، ماكو. شنو تريد؟ شنو تريد؟ ناس ما شاء الله ما شاء الله ممدوده السفره والخدمات ما تسولف. والله سبحانه وتعالى الذي يوفقكم، انتم 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 المؤسسين الاعلام، انتم توصلون الاخبار، جزاكم الله خير، مشكورين منك، مشكورين ان شاء الله. زياره مقبوله ان شاء الله، الله يتقبل، الله يتقبل. نعم احبائي المشاهدين، كما تشاهدون هذه المناظر الرائعه، المناظر الجميله لزوار سيد الشهداء المولى ابي عبد الله الحسين. سيطر العشق على كل العقول، سيطر العشق على كل العقول، الناس تمشي بدون عقل صراحة، لأن عقلهم يم سيد الشهداء، هاي مين؟ بحب سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين. متواصل معكم، وهذه التغذية من محافظة البصرة. قدامك ترحب لا تعبر الموكب، شرفنا لحظات، اقعد لك شوية، اشرب لكم مية، نتوسل تبارك. مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، معنا أيضا إحدى الزائرات الزينبيات الفاطميات اللي طالعة مشيا على الأقدام لزيارة سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم ومعظم الله أجوركم. والسلام، جورنا وجورك، عيوني بعد قلبي. طيب الله يخليك، أحمد الله والديك. شقد عمرك يما؟ عمري كيفك 70 60؟ والله إيه بعد قلبي، ورايحين نواسي سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب، ونشكر الفضائية ونشكركم، الله يخليكم على هاي النقلة يا بعد قلبي. ما تعبانة من الطريق؟ إن شاء الله ماكو تعب، راح نواسي، الخدمة موجودة وكله خير وطيبة، كلهم طيبة الحمد لله. سؤال ينسأل هواي ولكن لازم نسأله، أنت ليش طالعة يما؟ شنو سبب طلعتك بالحار بهالشمس هاي؟ نواسي سيدتنا ومولاتنا، سيدتنا ومولاتنا زينب، سيدة والإمام الحسين، وان شاء الله ونوصل بالسلام ان شاء الله، والله يخليكم واحمى الله والدك. هذا وليدك وياك يما؟ السلام عليكم، عظم الله اجرك. اجرك احمى الله والدك، الله يحفظك. الحمد لله. عرفني باسم حضرتك. ان شاء الله احمد عبد الكاظم احمد من محافظه البصره قرمه علي. الله يحييك. هنيئا لك، اذا كانت هذه الوالده الله يحفظها فنعمة التربيه ان شاء الله، الله يبارك بكم ويرعاكم. شلون شفتوا زياره الاربعينيه هذا العام بالتحديد؟ ما شاء الله الخدمه موجوده من ناحيه الطعام والشراب والمبيت والخدم، ما شاء الله، الله يستر عليهم ان شاء الله، نعمه فضيله من الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله الف خير على نقل الاشعار الحسينيه واحياء ذكر محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. حسين تعال يمي، تعال يمي، تعال، تحب السولف ها؟ مبين. شلون صحتك؟ طيب ان شاء الله. تعرفني باسم حضرتك؟ حسين من اهل البصره، من الزبير، من الله عزيز. طالع مشايب وعلي؟ لا والله ويا الزوار جاي. ويا الزوار؟ عندي كوستر. ما شاء الله. اي هاي جايبهم ازورهم وارجعهم. احمد الله والديك. بارك الله فيك. جاي شوف كل خيرات الله موجوده، شيء عجيب غريب. والله العظيم كل سنه قاعد تزود. اللهم صل على محمد وال محمد. شعار امام الحسين قاعد تزود. الحمد لله والشكر يعني.
والطريق وخلي شوي لك نعمة الله هاي لك. اي والله وانتم بركة يا ضعة والنعم من أبناء المهدي الفضائية والنعم حياكم ماجورين إن شاء الله. زاير حسين شكبر ألواني قوت حبتك بداره مبخوت من الله البشارة مبخوت من الله البشارة. نعم أحبائي المشاهدين المتواصلين معكم وهذه تغطية من محافظة البصرة. العام الماضي شرفنا وجينا إلى هذه الحسينية المباركة وهذا الموكب المبارك وأخذنا لقاء مع أختنا العزيزة الأخت محوراء الله يحفظها ويرعاها. أيضا هذا العام وعدناهم نجي ونشرف بخدمتهم إن شاء الله. السلام عليكم عظم الله أجركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. الله يسلمك. الله يحفظك يا أخويا. موفقين إن شاء الله. تذكرين العام الماضي سولفنا عن نصيحة للزائرات الزينبيات. الآن هذا العام نتحدث عن هذا الصرح المبارك اللي بنيتوه أنتم حسينيتكم المباركة. شلون وصلتوا إلى هذا الحد من الخدمة الحسينية ما شاء الله؟ ببركة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. والله بفضل أبا عبد الله الحسين هو اللي جاي يكمل لنا الحسينية إن شاء الله، ونتمنى من رب العالمين أنه يزيد بعد أكثر، لأن محبة الإمام الحسين في قلوبنا جاي مثل ما تقول تسهل أمورنا يوم بعد يوم بفضل أبا عبد الله. أي والله الحمد لله والشكر فضل لله رب العالمين. ما شاء الله جاي أشوفك أسواني اليوم وفواكه وحلويات، شنو فلسفة هاي الفواكه يعني ليش بخلينها؟ اليوم السيدة رقية سلام الله عليها، وكل سنة لازم نسوي سفرة أسواني السيدة رقية سلام الله عليها. والحمد لله الله سبحانه وتعالى رزقنا محبة الحسين عليه السلام وآل بيته الطيبين الطاهرين. فضل لله رب العالمين أنه كرمنا هاي الكرامة اللي ما تنوصف دنيا وآخرة، شفاعة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. يمكن إحنا كرجال نعرف انطباع الرجال من يقعدون يرتاحون شنو يسولفون وشنو حواراتهم تكون بالليل، لكن انتم كنساء الزائرات الكريمات اللي نزلن عندكم شنو الحوار اللي يدور بيناتهم وهن يمكم جايات يرتاحن؟ دائما لازم يكون مجالس حسينيه بذكر الامام الحسين سلام الله عليه. فاحنا 24 ساعه مستمرين بالخدمه في هذا المكان والحمد لله. اما بالنسبه للنساء الاخوات اللواتي يعني جن زائرات فالحمد لله والشكر شوف المستورات محشومات الفضل لله رب العالمين. اي والله فدائما نكون عندنا مجالس حسينيه مستمره فضل لله انه هاي نعمه ابا عبد الله لا توصف. نتمنى رب العالمين انه يوفقنا ليه قدام بعد اكثر فاكثر ان شاء الله. الله يسلمكم خويا الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله السنه القادمه اذا الله انطانا عمر همين نجي وهمين نكون بخدمتكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين امين. اهلا وسهلا. طول الدرب خدمه نما باثر نعمه اش تتمنى موجود امرنا يا الزاير ما يوكل حظ. ايضا معنا احد خدام زوار ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام الاخ العزيز حازم العلي. السلام عليكم عظم الله اجركم. السلام ورحمه الله. عظم الله لكم الاجر وعظم الله لشيعة امير المؤمنين ولصاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم ومعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه احيوا امرنا رحم الله من احيوا امرنا. نحن الان في خدمه زوار الامام الحسين وعلى طريق المشايه في قضاء المدينه في خدمه زوار ابي عبد الله الحسين. نسأل الله بحق أبي عبد الله الحسين أن يرفع الضيم وأن يرفع الهم والغم عن شيعة أمير المؤمنين وعن العالم أجمع بحق بركة هذه الزيارة. ونحن الآن نشعر بأنه فد شيء غريب عجيب أنه يدفع الإنسان هو وماله وحلاله وذريته وكل ما يملك في خدمة أبي عبد الله الحسين. أنه من أحب الإنسان إذا أحب قوما أنه يحشر معهم، ونحن أحبينا قوم وأحبينا أناس وأحبينا من رضى الله عنهم ومن خلق السماوات والأرض في خدمتهم. خلق الإمام الحسين وجعل الصفات الكاملة فيه وجعل الحسين هو رحمة للعالمين وجعل الحسين هو طريق الأحرار مسير الأحرار. نسأل الله بحق الحسين وبمسيرة الإمام الحسين أن يحفظ جميع الخدم وجميع الزوار وجميع شيعة أمير المؤمنين وأن يحفظكم ووفقكم لخدمة الإمام الحسين. الله يبارك فيكم
الله يحفظكم ان شاء الله لخدمه السيد الشهداء دائما وابدا، ونشوفكم بهذا المكان ان شاء الله كل سنه. نسال الله ان يوفقنا في خدمه الامام الحسين، ونسال الله ان يمن علينا للسنه الجايه والسنه القادمه والسنين اللي تجي على مود انه نبني ونطور ونعمل في خدمه الامام الحسين. جزاكم الله خير، الله يحفظكم ان شاء الله. خطوات يا زاير امشيها، خطوات خدامك اهديها، خطوات خدامك اهديها. الشاي والله بيانه الشاي. تواصلنا معكم احبائي المشاهدين، وهذه التغطية من طريق الجنة طريق سيد الشهداء. معنا ايضا احد الزوار الكرام. السلام عليكم، عظم الله اجركم. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بالنسبة لنا اش ما نضحي واش ما ننطي، الامام الحسين عليه السلام ضحى بدمه، ضحى بدمه، احنا نضحي بمالنا؟ لا، مالنا قليل، ارواحنا قليلة، عوائلنا قليلة. الحسين، الحسين سفينة النجاة، سفينة النجاة. الحسين ابا عبد الله، احنا نريد من الله وأهل البيت والإمام الحسين انقذ العراق من الظلمات إلى النور، ومن الطغيان، ومن الناس اللي ما يحبون العراق. إن شاء الله، إن شاء الله العراق محروس بعين سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين. أنت جاي زائر حجي؟ إي زائر. بارك الله. منين طالع؟ أنا من أهل المدينة. من أهل المدينة. طالع إن شاء الله للزيارة؟ إي والله جاي للزيارة، أشارك مناسبة عزاء الحسين عليه السلام. واحنا ما هاي مشاركه بسيطه. اي والله احنا المفروض نضحي بدمنا، قطره في بحر هذا. هاي قطره، احنا هاي جايين سنخدم وجاي نقدم اكل، هذا كله بسيط. حسين ضحى بدمنا، احنا المفروض نضحي بروحنا وبعد اكثر، وبعوائلنا وبولدنا وباطفالنا. اشكرك، اشكرك، شكرا جزيلا حجينا. بدور روحك، شكرا جزيلا. بالممشى من تبدي سلم على المهدي، ادعي له وياك اهدي له خطواتك ضيها حاجاتك. يا احبائي المشاهدين، مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه، متواصلين معكم، وهذه التغطيه من طريق الجنة طريق سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين. معنا أيضا أحد خدام زوار أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم، عظم الله أجركم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أعمالك ما أجورين إن شاء الله. عرفني باسم حضرتك. سيد ياسين البطاط. الله يخليك. كلمة عزاء تحب تقدمها للعالم الإسلامي بهذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باسم اخواننا والمواكب الحسينيه واللي اهالي البصره اليوم موجود هنا، وخاصه قضاء مدير قضاء الامام الصادق والمواكب الموجوده، نقدم بالتعزيه الى مولانا صاحب العصر والزمان والامه الاسلاميه جميعا بهذه المناسبه، انها زياره الأربعين الامام الحسين ومصاب السيده زينب اليوم شهاده السيده رقيه سلام الله عليها. هذا المصاب نقدم التعزيه لكافه المسلمين وخاصه محبي اهل البيت عليهم السلام. واليوم قدام الإمام الحسين والمواكب قاعد تخدم الزوار الإمام الحسين القادمين من محافظة البصرة والمحافظات الأخرى اللي إجوا محافظة البصرة واتجه إلى كربة الإمام الحسين. فنقدم شكرا لقناة الإمام المهدي لتغطيتها هذا الحدث الكبير المهم. إن شاء الله أنه الحدث الأكبر بالعراق، المسيرة المليونية اللي تبدأ من مدينة الفاو إلى محافظة كربلاء الإمام الحسين. الآن مو فقط بالعراق سيدنا، دول الجوار من مدينة المحمرة المجاورة للبصرة أيضا جاي يطلعون مشي من مشهد، من مدينة مشهد شفنا زوار جاي يمشون 60 يوم على الأقدام جاي من مشهد، يعني قبل محرم طالعين. بالمناسبة الزوار اللي جايين من الإمام رضا، كنت أنا هناك في يوم عيد الأضحى، فهم في الإمام رضا وطلعوا من هناك ووصلوا لنا وقمنا بخدمتهم بيتنا، يعني هم جونا قسم من عندهم بيتنا، وصار لهم يمكن 55 يوم اللي من يوم عيد الأضحى لحد الآن. والقضية الحسينية انتشرت بكل العالم، والمسيرة الحسينية انتشرت بكل، ليس انه اليوم تشوف انت الناس توجه الى قبر الإمام الحسين في باقي الدول، لا، في اكو حسينيات، اكو في كل دول العالم، امريكا، بريطانيا، كل دول العالم، انه اكو مسيرة حسينية، اكو صوت، وسببها اقول يعني السبب 90% انه العراقيين اللي فجروا انه ثورة مليونية وانتشرت بكل العالم بسبب انه هاي المسيره الحسينيه اللي توجهت انه بالعراق
فشوف انتشرت بكل دول العالم المحبين اهل البيت انه ما يقصرون باي مكان. اليوم اذا ماكم امريكا، بريطانيا، دول اوروبيه، دول افريقيه، دول اسيويه، اذا ماكم مقدم حسين يشوفون اي مكان هناك يتوجهون او ساحه يتوجهون لها تمثل انه مسيره التضامن مع السيده زينب سلام الله عليها. الله يخليك. لا تنسون الامام صاحب العصر والزمان من الدعاء. ذكر الإمام صاحب العصر والزمان وندعو إلى جميع شبابنا بالهداية إن شاء الله ببركة هذا الطريق المبارك. إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله ويرحموا الشهداء. يعني اليوم إحنا يمكن عندنا الشهيد حازم النقيب حازم من الأوائل اللي أسسوا هذا الموكب، هاي صوت رحمة الله روحه، اللي أسسوا هذا الموكب اللي بذلوا جهد وهذا وترتيبه وضعته إلى رحمة الله أنه استشهد. يعني صار كم سنة استشهد بس هو من مؤسسين هذا الموكب رحمة الله على كل الشهداء اللي بدلوا في طريق الإمام الحسين اللي ومع داعش من شهداء الحشد من القوات الأمنية الجيش وكل القوى الأجهزة الأمنية اللي شهداء اللي سقطوا دفاعا عن المقدسات. شكرا جزيلا لكم وأنا وصلت. الله يخليك. شكرا جزيلا مولانا. سلم على المهدي ادعي له وياك اهدي له خطواتك ضيها حاجاتك بعيونه يرعاك. نعم احبائي المهدي يمشي وياك. مستمرين معكم هذه التغطيه في اخر لحظات النهار وزوار ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام. السلام عليكم. عظم الله اجركم. سلام واجرنا واجركم ان شاء الله. اسم حضرتك؟ علي محسن. بس وجهك على الكاميرا؟ نعم. حياك الله عمو. ايه شلون صحتك؟ طيب ان شاء الله. منين طالع عمو؟ من القرنه. يا الله. الله وما تحس بتعب؟ لا الحمد لله والشكر ماكو تعب ان شاء الله. اي طريق الحق ان شاء الله ما ابي تعب. طالع لوحدك لو احد وياك؟ لا والله يا جماعه بس طلعوا قدامي هسه. يا ابو عبد الله. اي ان شاء الله. كم يوم بالطريق ان شاء الله؟ ان شاء الله صار لي يومين بالطريق. صار لك يوم. بعد كم يوم عندك الى كربلاء؟ لا كربلاء ان شاء الله بعد 12 يوم 13 يوم. يا ابو عبد الله. اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. موفق حجي. توصل بالسلام ابويا. يظهر الثاره وياك كل احنا انصاره وياك كل احنا انصاره. امام المهدي الفضائيه في هذه اللحظات نكون قد وصلنا الى نهايه هذه التغطيه. الشكر الجزيل والمتواصل لكل خدام ابي عبد الله الحسين في محافظه البصره وفي قضاء المدينه تحديدا. ختاما تقبلوا تحياتي انا حسين الاميري وتحيات الزملاء الأعزاء الزميل أبو ثائر المنصوري والزميل عقيل المنصوري. إلى اللقاء. الشاي والله بياله الشاي والمهدي يقراله الشاي.